السلام عليكم، شلونكم اخوان؟ امساني طبعا التقت في قناة البغدادية ومشكورة، ونشرت هذا المقطع مال الحجي، وناس قالت الحجي هيجي وهذا الحجي. شوفوا حال الحجي، كهرباء لاكو، انت تشوفون بعينكم. امس من حلقيت وقلت لكم كل 5 ساعات يعطونا ساعة، اليوم سووها عمدة احداث بالحجي، قطعوها الساعة، يعني من الساعة بستة مقطوعة لستة. تفضل، هذا حال الحجي. احنا ناس فقرة، هذا البلوك شوفه المطر لا يجرح، صبحت المرة شاردة لهلها، وحساها ببختكم وحساها بغيرتكم وحساها بعيالكم. كانت المرة تتحمل الساعة، صبحت قعدت الصبح لقيت المرة شاردة، وهاي المرة ريدة من عندكم وانا على والديكم. المرة شردت من عندكم الكود قطعته. عمي حقهم، عمي لا معك لا كهرباء، تفضل شربه. راو هذا ماي مين؟ هذا ماي من الخزان يصبط المطي، المطي سلطان. شوفوا بس متحمل عمي من الحار. يا سيد لاي يا مولاي، خاف اتجاوزت عليكم. انا حقي اولا ابوك علي بن ابي طالب وجدك محمد، لا خاف منك ولا خاف من مجلس النواب ولا خاف من كل واحد، ما خاف بس من الله. بس ثاني امس نميت وفكرت، قلت هذا السيد خاف ما يضرب الكهرباء، خاف ما يعلم السيد مثلا عنده اشغال وما يدري. هاي يا سيد 5 ساعات 9 ساعات ويطونا ربع ساعة. زين تروح بيت الربع ساعة شت لحق بيت الشغل المروحة ما تلحق سيد. فاني اناشد رئيس الوزراء الكاظمي وعبد الوهاب الساعدي يخلصونا، واحنا بشواربكم واحنا بشواربكم. والله بنشوفكم بالتلفزيون كيف اقول يا الله يا الله، جان الفرج يا الله، خلصونا خلصونا من هاي العصابات، من هاي الوادم، ما نريد اذكر اسماء، من هاي الوادم اني ما حدا مخاف. الله علي بن ابي طالب اكلتوه، اكلتوا المشاريع، اكلتوا الاحياء، اكلتوا الاحياء.